نرجع من فاصل قصير. دكتور، مثل ما معروف حضرتك عندك وكالة اسمها ماركين باول لبناء العلامات التجارية. خلينا نفترض جدلا انه احد الشركات اجوا لعندك وقالوا لنا نحن حابين نبني علامة تجارية من الصفر، هل بإمكان انك تشرح لنا ولو بشكل سريع الخطوات اللي رح تباشروا فيها ببناء العلامة التجارية، وان كان في طبعا مثال عملي من الأمثلة اللي انت حضرتك اشتغلتها من قبل؟ والله يا أخي، يعني آخر شيء أنا في هذا المجال قمت فيه هي كانت الجامعة الأمريكية في بغداد، وكل ما يعني نشر حاليا أصبح واضح وجدا، ونوقش أيضا من قبل الزبون أولا وبعدين من قبل الجمهور. يعني أهم موضوع نحن قمنا فيه، وأنا يعني احترامي لهذا المشروع كبير جدا، وأنا عادة يعني من الناس اللي يتعلقوا في المشاريع اللي يقوم فيها. يعني أنا المشروع إذا حبيته خلاص يعني بالفعل أقوم فيه، وبالرغبة وبلذة وأدعمه، يعني أدعمه، حتى الدعم الفكري هو أساسي وضروري. ليش؟ لأن أنا وقت ما أتعلق في مشروع راح تلاقيني أفكر ليل نهار كيف إنه هذا المشروع أقدر أخرجه. إذا الخطوة الأولى اللي كانت بالفعل هي عملية البحث. يعني كل ما موجود، أنا دائما أقول للزبون أعطني كل ما موجود عندك عن هذه الفكرة. عاد تلاحظ في فرق بين الزبون والزبون، تلاقي الزبون الجيد النشط اللي بالفعل مشى هذا الطريق الصحيح راح يقول لك إنه أنا عندي استراتيجيش بابير، يعني الأوراق الاستراتيجية. ها، هذا وقت ما تسمعه معناه إنه هذا زبون رائع جدا، هاي يعني هاي المؤسسة راح تكون جبارة. في واحد عنده أوراق استراتيجية معناه شراية. عادة يقول لك ها يعني شو تقصد؟ بعضهم يقول لك أنا عندي دراسة جدوى، ولكن ما تطلع عليها تلاحظ أن هي فقط رقمية، يعني من الجانب الرقمي. عاد أنت تقوم شخصيا تقوم تبحث، تقول يابا فين راح يكون مكان، شو بدكو، عاد أنت تقوم بتغطية الأشياء الموجودة. يعني من الأشياء اللي دائما يعني في عملية إيجاد الهوية أنا دائما أركز عليها، يعني شغلتين اللي هي تحديد الصورة، وبنفس الوقت تحقيق الصورة. يعني أنت عندك تحديد الصورة مثل ما قلنا أنه تنقل صورة من الخارج، وتحقيق الصورة أنت الصورة اللي أنت دائما تبحث عنها وتحققها. شايف كيف؟ أنا دائما أضع بالفعل أسئلة كثيرة، وما أطلع وما أقتنع إلى أن هذه الأسئلة تتم الإجابة عليها. ليش؟ أنا أعتبر لأن هاي بالنسبة لي أساسية وضرورية. وبعدين يعني نرجع ونقول هناك يعني أشياء أخرى كثيرة اللي هي تلعب دور كبير، لأن عملية تحديد الهوية أنت رأسا بعد ما حددتها بهذا الشكل اللي نحن اتفقنا عليه، إذا عندك ثلاث أدوات لإخراجها. عندك الكوربوريت ديزاين، كوربوريت بيهيفير، كوربوريت كوميونيكيشن. يعني عندك التصميم أو الشيء المرئي. يعني أنا دائما أركز هنا على الأدوات. عندك الكوربوريت يعني التصرف، كيف إنه الشركة من خلال ناسها، من خلال العاملين، من خلال منتوجها راح تتصرف، وكيف راح تتواصل. عملية التواصل حاليا أصبحت بالفعل بثقل كبير جدا جدا رقمية، وهذه العملية ضرورية وأساسية تكون مبنية على أسس مستقبلية. ليش؟ لأن الزبون لحد الآن هو ما أصبح 100% رقمي. هناك يعني زبون في مكان ما هو لا يزال يعيش في عالم آخر اللي واقعه ورقي. إذا نحن لازم دائما نفكر بكل هذولا ونصلهم. يعني عملية
يعني إظهار مهمة الشركة ضرورية أساسية. وبعدين يعني أنت لازم يكون عندك تبيان، يعني تبيان لهذه الهوية، كيف إنه هذه الهوية راح تتم. إذا دخلنا للجانب الأول وقلنا إنه الترجمة يعني التصميم لازم يتم. هتبدأ بالخطوات الأولى. الخطوات الأولى إنه المترجم يبدأ، وطبعا هنا أنا أقول لك إياها بصراحة، هذه أصعب مرحلة، هذه أصعب مرحلة، وهذه المرحلة هي ليس المرحلة اللي يقدر يقوم بها كل مصمم. يعني تحتاج بالفعل إلى البعد الفكري، يعني لازم أنت تفهم كيف إنه هاي الشركات تبنى. يعني إذا أنت فقط مصمم وأنت تشتغل فقط على الفوتوشوب، هذا الشيء صعب. شايف كيف؟ إذا لازم بالفعل تنشط فكرك وتقول أنا يهمني الموضوع أكبر، لازم أفهم كيف. إذا لازم تعرف أن المنتوج كيف يصنع، لازم تعرف أنه هاي الشركة كيف راح تبني نفسها. إذا كانت الشركة ناشئة شكل، وإذا كانت الشركة متواجدة شكل آخر. يعني أنا دائما يعني أكثر الشركات الكبرى اللي مرت علي هي متواجدة، كانت شايف كيف، يعني شركات الوسطى الصغيرة هي ناشئة، ولكن بين الاثنين هناك بالفعل فرق، شايف كيف. وهذا الفرق يعني هو ضروري وأساسي، ولازم واحد يعرف إنه كيف إنه هذا الفرق يتم. عاد نحن وقت ما نتكلم على هذا الموضوع نتكلم بالفعل عن مخطط كبير جدا، شايف كيف. هذا المخطط يبدأ يعني بدايته الأولى في عملية أنه أنت تجلس وتاخذ ورقة وقلم وتقول تعال نبدأ في الترجمة. أنا شخصيا أبدأ بالمايند مابينج، شايف كيف، الصور الذهنية. ليش؟ لأن أنا أؤمن إيمان كامل أنه الزبون يكون قريب منك عندما تظهر له مشكلته. يعني نحن عرفنا ليش نحن عندنا ثقة كبيرة بالطبيب. وقت ما واحد يروح على الطبيب، الطبيب يقول له يا أخي ما هي مشكلتك؟ يقول له راسي يوجعني. الطبيب بعدين يقول له يا أخي الحذاء مالته غلط، شايف كيف؟ الحذاء مالك ضيق، راسك هيوجعك، شايف كيف؟ يعني تتذكر هاي القصص عندنا، ها؟ لأن واحد يعني ما يتنازل عن شيء اللي عنده، تلاقيه يعني 20 سنة نفس الحذاء، يعني رجليه كبرته وحذاءه إذا الراس يوجعه. عاد أنا أتذكر هاي القصة كانت عندنا في الشارع لجيراننا. عاد هذه الثقة وقت ما تكون موجودة عند الطبيب معناها موجودة ومبنية على موضوع الثقة أولاً، وثانياً على موضوع الكفاءة. يعني هذا عنده القدرة لحل هذه المشكلة. نحن المصمم لازم يكون أول شيء عنده ثقة بنفسه إن هو راح يقدر يقوم بهذه العملية، عملية الترجمة، وثاني شيء لازم يكون كفؤ. يعني إذا ما يقدر لازم ما يمد إيده، يعني ينتظر إلى أن تجي الفرصة المناسبة، يعني يبدأ بشيء بسيط وما شابه ذلك. أنا مو ضد أن المصممين بالفعل ينشطوا، ولكن أنا ضد أنه يقوموا بشيء غلط وهذا الغلط ينتشر، وبعدين يجيك واحد كبير يقول لك والله أنا شركتي ما تمشي وكذا وكذا. عاد يحتاج إلى مصمم آخر، وهذا المصمم غالي ويستغرب، شايف كيف. يعني المهم نرجع نقول عملية إظهار الهوية يعني تعتمد على هذه الأسس. أنا في وجهة نظري المايند مابينج يعني الصورة الذهنية أساسية وضرورية. ليش؟ لأن تعطيك واقع المؤسسة أو واقع المنتوج حاليا، وتقول للزبون تقول له هذه الخطوات يجب أن تغير، وأنت تلونها بلون أحمر تقول له هذه يعني لازم تتغير، وهذه باللون البرتقالي
ضروري معالجتها، وهذه باللون الأصرف يفضل أن إنه بعد سنة أنت تمد إيدك عليها. وباللون الأخضر هذه منتهية وطبيعية وممكن تبقى بهذه الشاكلة. يعني أنا عندي حنين بالشركة، مرة عملنا مسح عندي 200 صورة ذهنية، يعني واحدة منهم أطولها 12 متر وفيها 55 ألف معلومة. شايف كيف؟ ولزبون واحد، لمشروع واحد، لفكرة واحدة. شايف كيف؟ ولكن أنا كان يهمني بالفعل إظهار ما مخفي في هذه المؤسسة. شايف كيف؟ وهذه المؤسسة كانت بالفعل هي بناء الجامعة الألمانية في قطر، وهذا المشروع أنا أحبه كثير وأعتز فيه، الصورة الذهنية لهذا المشروع موجود عندي وأحب أظهره يوم من الأيام حتى الناس بالفعل يشوف خفاياه وبعده الفكري. يعني مشروع جبار جدا وفيه نقاط كثيرة. أول شيء عملت مسح كامل جدا لكل الجامعات الموجودة في قطر. شايف كيف؟ كنت أروح دائما أتواجد وأقف أمامها وأصورها وأرجع بالإنترنت أدرسها، ونرجع في لايبزيك كل المعلومات نظهرها عنها وما شابه ذلك. هي دراسة الفئة المستهدفة. إذا هذه النقطة اللي أنت ذكرتها هي هذه صلب الموضوع. شايف كيف؟ ليش؟ لأن أنت وقت ما تعمل عملية إظهار المخفي في هذه المؤسسة تقدر ترجمه بسهولة. ليش أنت وقت ما تعمل أي يعني محاضرة في الكمبيوتر، راح الكمبيوتر يظهر لك فقط صورة واحدة للزبون، ولكن أنت وقت ما تفرش له هذا 12 متر ورقة طولها 12 متر عرضها متر وعشرين، وتجيبه بإيده وتقول له يا أخي اليوم ما في كمبيوتر، تقول له نحن هنا حاليا ولازم نتحرك إلى هناك ونحتاج نصف سنة، وهنا وهنا عندنا 3 4 مشاكل، هاي المشاكل نحن نقوم فيها، هاي المشاكل أنت تقوم فيها، هذه نحتاج شركة ثالثة تقوم فيها، ونحتاج من وقت كذا كذا. وتلاحظ أنه ما يقدر يقول لك أنت عطغشني، أنت كذا أنت كذا. الموضوع أصبح واضح وشفاف وحقاني، وبعدين أنت تعرف حجم هذا المشروع الضخم، وشوف في نفس الوقت انت دورك فيه. شايف كيف؟ وبعدين تفكيرك يتغير، يعني ما تجلس تقوم تفكر انه كيف راح اسوي الشعار. شايف كيف؟ وانت عندك مشروع ضخم جبار، انت تريد تظهر فكره رائعه، والاخرين تلاقيهم قاعدين يحركوا بعض اجزاء الشعار الاكثر ولا الاقل. يعني هذا جواب مختصر. طب مداخلة صغيرة دكتور، هل الشخص اللي عم بيعمل الأبحاث ريسيرش، واللي عم بيعمل عملية أو اللي عم بيحدد صفات الشركة من الكوربوريت ايدنتيتي والكوربوريت بيهيفير، هل هو نفسه المصمم، أو إذا بدنا نقول هو الفيجوال كوميونيكيتر، لأنه بعرف إنه حضرتك ضد تسمية مصمم جرافيك وهي بالأساس تسمية سقطت من زمان، فهل هو الفيجوال كوميونيكيتر هو من عليه أن يقوم بعملية الريسيرش وعملية البرين ستورمينج وعملية بعدين المايند مابينج إلى آخره حتى يوصل لعملية التطوير البصري؟ والله أنا أؤمن بما قلت. أنا أؤمن إنه المصمم هو يعني تقدر تقول سوبرمان، الشخص الجبار. شايف كيف؟ هاي الشخصية يعني نحن لازم نعطيها مكانها وأحقيتها أكثر ما هي إنه هذا الشخص اللي يقعد ويسوي لك صورة على الفوتوشوب. شايف كيف؟ يعني أنا دائما أعتبر يعني ال اختصار المصمم انه فقط يعمل لك اي شيء على الكمبيوتر، هذا تقليل بقدراته وفكره. اذا المصمم هو بالفعل يعني الشخص اللي يفكر في الموضوع بكل جوانبه فكريا، الشخص اللي يعرف قدراته بنفس الوقت يقول لك انا هذا الموضوع، ها هذا الموضوع خارج قوس ما اقدر. يعني أنا دائما أقول للزبون، أقول له شغلتين أنا ما أدخل فيها، ها ما لها أي علاقة في الأشياء الرقمية، يعني المالية
ليش؟ لأن أنا في الحقيقة ما أفهم فيها وأحترم كل واحد يفهم فيها، ولكن عندي وجهة نظر، وجهة نظر أحددها. وثانيا الشيء اللي أقوم فيه يعني تحديد الهوية ما له أي علاقة بعدد الشغيلة. يعني ليش أنت تدخل على شركة وقال لك والله إجا ريان راح نفقد عملنا، شوف كيف؟ لا، أنا ما لي دخل. يعني شوف كيف، انا ما لي دخل انه العدد راح 2 أو 3 يقل او يزيد او شبه ذلك، ما اتدخل في هاي الاشياء، انما اتدخل بالصوره المستقبليه للشركه. واحيانا الصوره المستقبليه للشركه تدعو الى شغيله اكثر وليس الى شغيله اقل، ولكن انت ما تقدر تتنازل عن دعم العاملين في المؤسسه لفكرتك، تحتاجهم. انت وقت ما تحتاجهم اذا لازم تاخذهم وتقتل الخوف الموجود فيهم حتى يكونوا جزء مكمل ومتكامل لانجاح هذه الهويه. شايف كيف؟ ولا تنسى يعني تحتاج الشغيله خصوصا في المؤسسات الكبيره للانجاح. ليش؟ هذا اذا تسوي له ملابس هو لازم يلبسها ويظهرها، إذا تنطي سيارة شركة إذا لازم يستعملها وعليها ألوان الشركة وشعار الشركة وما شابه ذلك. إذا أنت لازم تكسبه أنه يكون يعني أداة، يعني نحن نسميه سفير لهذه الهوية. تمام. يعني فينا نقول الموضوع وضعي بحسب الموارد الموجودة للمشروع، ممكن يتحدد أعضاء الفريق أو كم شخص لازم للمشروع. ايه يعني انا اقول واركز انه يعني رئيس فريق المصممين هو لازم يكون هو المشرف، يعني وماسك كل هذه الخطوط بايده. يعني انا ذاك كان عندي فريق عمل وقت ما كنت اعمل علامة الدولة الألمانية الموحدة، كان عندي فريق عمل 28 شخص، نحن كنا 28 شخص، وكنا نجلس كل يوم في الصباح ساعة، ساعة ونص، ساعتين، فقط نناقش ما سوف نقوم فيه في هذا اليوم. طبعا بنفس الوقت أنت تناقش الأشياء اللي تمت أيضا والأشياء اللي في الطريق، وكل واحد ياخذ دوره، شايف كيف؟ ويروحوا بعد ذلك. يعني بين ساعة وساعتين يجوز يجيك أحد الشغيلة يقول لك والله أنا عندي مشكلة في فكرتي، الباب السكر كيف اقدر افتح باب جديد وما شابه، اعطيه بعض النصائح ونستمر ونرجع. يعني انت كمصمم لازم يكون عندك اول شيء الطاقه الفكريه للمشروع، وليس الطاقه التصميميه. الطاقه الفكريه هي طاقه جباره جدا لبناء هذا المشروع الضخم. وبعدين انت تعرف انه هذا المشروع كيف يترجم، ولكن انت ما تقدر تقوم لوحدك بكل هالاشياء، تحتاج الى فريق عمل. اذا لازم تعطي هذه الادوار للاخرين بحقانيه، وبنفس الوقت هذه الحقانيه تاتي دائما من خلال الكفاءه. لازم تعرف كل واحد واسلوبه في العمل. وبعدين لا ننسى يعني العمليه وما فيها يعني بالضبط يعني ما تختلف ابدا عن كرة القدم ابدا. يعني انت عندك فريق كرة قدم، وهذا الفريق كل واحد يعرف مكانه، كل واحد يعرف دوره، وهذا اللي يدافع وهذا اللي يهجم وما شابه ذلك، وهذا اللي يوصل وكذا، ولكن في هدف مشترك عند الجميع. هذا الهدف المشترك انه لازم يسجلوا هدف. شايف كيف؟ يعني ما يكفي انه تلعب، انت في النتيجه النهائيه وقت ما يكون عندك فريقك لازم تعرف انه نتيجه العمل النهائي، الترجمه الصحيحه واخراج هذا المشروع بشكل لا يصدق من خلال هذا الفريق للخارج، وبالحال انت راح تكون سجلت هدف. صحيح صحيح 100%. قد تكون أحد مشاكل المصمم العربي دكتور عدم وجود الميزانية الكافية لعملية إنشاء العلامة التجارية. يعني معظم المصممين يقول لك الزبون ما عنده إمكانية أو حاطط بادجت
ماكسيموم 100 او 200 او $300 لحتى ياخذ شعار. فانا كيف بدي اعمل هي العمليه كلها اللي بتكلفني وقت وجهد؟ فلذلك رح اختصر على حالي واعمل له شعار كيفما اتفق. بالأحرى فيمكن هي احد اهم مشاكل الوطن العربي بهذا المجال. بالأحرى دكتور، هل برأيك لازم المصمم العربي ياخذ هيك مشروع بالأساس ولا؟ والله يا أخي، العمليات الاعتدائية اللي عتم على هيك مشاريع يعني بكثرة بكثرة، يعني أنت أحيانا تستغرب إنه كيف تتم ذلك. وبعدين يقول لك يابا ليش هذول يروحوا يعني للخارج، وليش يتعاملوا مع الغرب ونحن موجودين وكذا وكذا، يعني مع احترامي المشكلة هي ليس مشكلة واحدة، إنما هي مشكلتين. أول شيء المشكلة أن الزبون بعيد كل البعد عن فهم مصطلح التصميم وخفاياه والفكر اللي بالفعل يتعامل فيه. ثانيا أنه المصمم نفس الشيء، يعني إذا كيف نحن راح نحل المشكلة مع احترامي لكل الزملاء؟ يعني أنا بالفعل أتمنى إنه المصمم يتعمق ويتعمق أكثر، ولكن المصمم تلاقيه دائما مرتبط ارتباط كلي بالمظهر السريع للمنتوج اللي هو يرى بيخرجه، وهو الشعار لا أكثر ولا أقل. وحرامات يعني، والآخرين كلهم ينتظرون. يعني تلاحظ أنه حتى الشباب وقت ما يظهروا أعمالهم في أي مكان يقول لك أنا شوفوا ملف شعاراتي. إيه عاد ملف شعاراته طويل عريضة، يعني نحن ممكن نتكلم عليها بشكل آخر.